بحضراتكم. خلونا سريعا نروح لسيادة العميد الدكتور أيمن الضبع أمين عام المجلس القومي للسلامة على الطرق. مساء الخير. أهلا بك يا سلام. خلينا نروح إحنا بين السطور دايما بنهتم باللي الناس ما بتبقاش عايزة تشوفه قوي أو مش مسموح لها تشوفه قوي. عايزة أشتغل على هل سياراتنا الملاكي في مصر لديها منظومة مرورية؟ يعني هم فاهمين المرور وبيخضعوا بنسب شكلها ايه؟ انا مش مشغولة لا بالنقل العام لان بتنافسوا الملاكي وبتدخل على الحارات المخصصة ليه، ولا مشغولة بالميكروباص اللي بيتجاوز السرعات في حتت، لكن ده رؤية تانية خالص. انا مشغولة بالملاكي. الملاكي في مصر نوصف ادائهم وبيتحركوا بطريقة شكلها ايه؟ لان دول كمان المزعجين اللي صوتهم عالي واللي طول الوقت عندهم طلبات. هي طبعا منظومة المرور هي عبارة عن طريق ومركبة وعنصر بشري. العنصر البشري ده اللي هو قائد المركبات ومستخدم الطرق بصفة عامة، يعني تمام مستخدم الطرق دولات اللي هم منهم قائد المركبات. قائد المركبات بقى بأصنافهم المختلفة، نقل أجرة، أتوبيس، نقل عام، نقل جماعي، سيارات خاصة، توك توك، موتوسيكل. هي دي التصنيفة اللي موجودة عندنا يعني. فأنا مش حابب إن احنا نفصل حد عن حد، يعني لا هو الميكروباص والنقل، هذه منظومة كل دولة عناصر فيها يعني. سواء أنا هركز على اللي أنا عايز أركز عليه، اسمح لي معلش. على 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 على, 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 على هشتغل على الملاكي. أنا عايز أقول لك لا، أنا أقصد إن الملاكي ما لهمش يعني مش 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 حاجة مخصوصة للملاكي، هي قواعد المرور تنطبق على الكل. لأي مدى هم ملتزمين؟ اللي بيخالفها بيخالفها، ما هو اللي بيخالفها من كل الأنواع يعني ملاكي. أنا عايزة الشريحة دي يا سيدي، إيه اللي مضايقك؟ أنا عايزة الشريحة. لا لا، أنا مش بتكلم على الملاكي بصفة خاصة. أنا عايزة شريحة الملاكي، لأن عددهم بالنسبة لي في استهلاكهم للشوارع وللحاجات دي عددهم كبير جدا. الشريحة دي ملتزمة؟ طبعا ما الالتزام في ملتزم وفي غير ملتزم. طيب اشرح لي بقى ده. هو لازم نتفق ان يعني اصلاح الوضع المروري لازم يبقى فيه اراده من الدوله، الدوله اللي هي الحكومه والمجتمع، المجتمع اللي هو الاسره والمستوى العام اللي هو قائدي مركبات الملاكي اللي من دونه. فبالتالي عشان نصلح ده لازم كلنا نبدا نحس بهذه المسؤوليه المشتركه، كل واحد لابد ان يبدا بنفسه، كل واحد يعني يدور على الصح. للأسف احنا كل عمال بينتقد الكل، يعني كل واحد بينتقد وبيرتكب الخطأ. بنتقد الغير انه بيقف في الممنوع وبعد دقائق اعديه وقف انا في الممنوع. انتقد السرعة، التجاوز في السرعة، وبعد دقائق امارس هذا الخطأ. يعني احنا بننتقد الشيء وبنرتكبه. معظم اشكالياتنا المرورية هي تصرفات سائقين. ودي اشكاليه طبعا محتاجه مجتمع يتصرف معاها، مش بس وزاره الداخليه المسؤوله واللي تتصدى لده، لكن المجتمع ككل لازم عنده الاراده عشان نتعامل مع هذه. احنا بنمارس دورنا المجتمعي، بس هنيجي لدور وزاره الداخليه برضو اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا جدا. انا عايزه ارصده في سلوكيات المفترض انه اكثر سائق الملاكي دول المتعلمين الميسورين اللي قدروا يحصلوا على سياره حتى لو بالتقسيط. أنا مهتمة بالشريحة دي في السياق ده، هي قادرة لما خطبها حتى زي ما حضرتك بتطالبني أخطبها هي في البداية ربما تسمع ليا بنسبة أعلى من ما يسمع ليا سواء الميكروباص. وقد يكون في نوع من التمرد، تمرد على القواعد. ما عشان كده بقى أنا بحاول أطلع الكلام منك اللي مش راضي يطلع. وصف لي حالتنا. انا عايزه اقول لك اوعى تفتكر. طب خلينا نتبادل حضرتك، انت شايفه ايه كمواطنه بتستخدمي الطريق؟ اصل الموضوع ده موضوع اصلاح العنصر البشري، ده مش بس مرور، ده احنا كمواطنين، ما احنا لازم نتكلم لغه المواطنين لبعض عشان نسمع بعض. انت شايفه ايه الوضع اللي موجود في الشارع؟ انا اسف، الوضع اللي موجود في الشارع انه اقرب للسيرك. تمام. هذا الوضع لا يرضي احد. تمام. باي شكل. لو اتكلمنا على العنصر البشري، انت حضرتك مركزة على العنصر البشري. العنصر البشري عنده اشكاليات كثيرة جدا، عايزين نصلحها. ازاي نصلحها؟ كيف نصلح هذا العنصر البشري؟ دي اشكالية كبيرة بقى. الأسرة ليها دور. ازاي؟ حضرتك ليكي دور، الإعلام ليه دور، التوعية ليها دور، القانون وإنفاذه على الكل وعلى الكافة ليه دور. ف
فهي مجموعة أدوار كثيرة. عارف حضرتك في منظومة اسمها المنظومة الترسية، مش ممكن لو في أي كيان سواء صغير أو كبير هو عدد كبير من التروس المعشقة مع بعضها، هل حضرتك تتخيلي إن في ترس من التروس دي يمشي أسرع أو أبطأ من التروس اللي باقية؟ يبوظ كل المجموعة، هيكسر، كسر تروسه. عشان كده هي المنظومة لازم تمشي بسرعة واحدة، لكن في بعض التروس القائدة اللي بتقود المنظومة لكن برضه بنفس السرعة، عايز نرتقي بالمنظومة، عايز أشوف سارع منضبط، عايز أشوف مرور مظبوط، لازم المنظومة كلها تسرع، تسرع. التعليم يسرع، والثقافة تسرع، والوعي يسرع، والإنفاذ الجبري للقانون يسرع، هي المنظومة كده. بما إن حضرتك بتمثل سلطة القانون، أنا موافقة على الكلام الجميل ده، ده كلام نظري وزي الفل. لا ده مش نظري، ده مش كلام نظري، لما التروس بالعكس هذا هو الكلام العملي. سيادة العميد ربنا يخليك، احنا بقالنا سنين طويلة واحنا عارفين حضرتك كصوت في الراديو على طول، واحنا بنشوف كل الحاجات دي ماشي، لا بتزعجناش خالص. احنا دلوقتي بنجزأ المشكلة اللي بتقوله ده، دي سلطة الدولة. انا هنا برنامج 45 دقيقة، بس ليكي دور. دوري انا بقوم بيه، انا عايزه دلوقتي توصف معايا الحاله اللي وصفتها اشبه بالسيرك في الشارع دي، وجه خطابك للمواطن المصري اللي بيقول انه ميسور ومثقف وقدر يشتري عربيه وركب عربيه جديده، كلمهم. حبيت اختزل الموضوع في كلمه واحده قد تكون كافيه، قد تكون واعيه، قد تصل قد لا تصل. ابدا بنفسك. انا هبدا بنفسي وحضرتك ابدا بنفسك. لا تمارس ما تنتقده، لا تمارس ما يزعجك، لا تمارس الأخطاء اللي انت بتتضرر منها. طب لو دي إشكالية، مين لو قلت لك في جملة واحدة وحضرتك علق عليها، نسبة عالية جدا من قيادة الشباب للمركبات حتى حديثة الصنع، العربيات الجديدة دي، ما بيبقاش عارف وزن عربيته وهو بيسرع، بيعمل حادثة، بيأذي الطريق وبيأذي حد تاني ماشي جنبه، وفي الآخر الأم بتبكي، وفي النهاية بيحملونا إحنا المجتمع المسؤولية. محدش راضي يبص في مراية نفسه ويقول إن كل بيت محتاج يقول لابنه إن اللي راكبها دي ممكن يموت بيها، مش دي حقيقة؟ ليه ما بنقولش كده؟ ما هي لما بنروح بره بيبقى فيه سرعة وفي أمان للمركبة إجباري، احنا هنا حتى ده مش عارفين نقوله لهم. بس مين اللي مش عارف يقوله؟ انا مش عارف حضرتك تقصدي مين. مين احنا اللي مش عارف؟ احنا لازم مين؟ نقوله احنا اعلام، احنا المتخصصين اللي زي حضرتك. احنا بنقول عنصر بشري 86%، وانت لك دور في مشكله المرور وليك دور في الحل، وابدا بنفسك وهبدا بنفسي. لا ما هو ده دور احنا عمالين احنا طول النهار البرنامج، ان انا اجي بتكليف من الوزاره عشان اقعد مع حضرتك ونتكلم في الموضوع ده دور. بس الموضوع محتاج كلنا نبدأ نسير هذه القضية. قضية المرور، قضية حوادث الطرق، هي قضية أمن قومي، لازم نتعامل معها من هذا المنطلق. ما ينفعش ترس واحد يتحرك فيها، محتاجين كلنا. قضية المرور قضية بيشترك فيها 13 وزارة، مش بس كده، بيشترك فيها 63 جهة، بيشترك فيها الدولة كلها، الدولة كحكومة ومجتمع وأسرة، محتاجة غرس. حضرتك بتقولي الشباب اللي بيمارسوا التصرفات الخاطئة في القيادة، طب ازاي احلها دي؟ هذا الشاب اللي عمال بيتهور هو مش مدرك للخطوره اللي بيعملها. الشاب ده ما اتعلمش قياده، هو كله شاب قاعد على كرسي القياده متوقع ان هو بيسوق كويس. انا بقول له لا، للاسف احنا بنختبر الشباب في 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 في, في اماكن معينه لحاجات معينه. شاب بيبقى فاكر نفسه انه بيسوق 100%، بيدي نفسه، بنقيمه في الاول بيدي نفسه 100%، بعد اسبوع بيدي لنفسه 30%، لان القياده الامنه سلوك ومهاره ومعرفه. اساله في المعرفه نلاقيه ضح للمعرفه، ما يعرفش. حضرتك اتكلمتي على انه مش مقدر ثقل سيارته، مش مقدر الانحراف، مش مقدر طاقه الحركه، هو ما يعرفش الكلام ده. اتكلمي على اشارات وعلامات المرور، احنا بنسال سائقين درجه اولى مش عارفين اشارات المرور، مش عارف العلامه، علامه قف اللي هي اشهر علامه في العالم، مش عارفها، مش عارف المثلث، مش عارف المستطيل، مش عارف الدايره. طب دي معرفه، المهاره. بيرتكب كل الاخطاء المعروفه، تغيير الحاره بدون مناسبه وبدون ضوابط. ما هي دي مهاره، يبقى لا مهاره ولا معرفه. فما السلوك
السلوك الانفعالي، السلوك المتهور، السلوك الاناني، السلوك العابث، السلوك دي كلها في الاخر موجوده. تلاقي يسخنوا بعض على الطريق ويلا، مش ده بيحصل؟ مين؟ طب ده على مستوى المجتمع، على مستوى التنظيم، ما هي المجتمعات لا تترك لعمليه التثقيف يعني، لان لا كده التثقيف احد ده حاجه مهمه طبعا. طيب. حاجه مهمه بس مش هي لوحدها، لا لابد من في قانون اللي هو الضوابط والمحددات، تمام، قانون وقواعد وتشريعات ثم انفاذها. وعايز اقول على انفاذها مره اخرى، انفاذها على الكافه، ايجاليتاريانزم، انفاذ القانون على الكافه، المساواه في تطبيق القانون. لان احيانا بيبقى خرق القانون نوع من انواع الوجاهه الاجتماعيه، ان لم ينفذ القانون على الكافه وسواسيه فبيبقى خرقه نوع من انواع الوجاهه، بيتباهى انه جزء من مأساة مجتمعنا، جزء من ده موروث، موروث ثقافي وموروث اجتماعي موجود عندنا لازم نتحلل منه، احنا بنحاول نتخلص منه. يعني انا طبعا لما بدخل على ائتلافات ماركات العربيات بتبقى المهاره الاستعراضيه ان يقول على عربيه صناعه محدوده جدا، خدت بيها غرزتين مش عارفه على سرعه كام، على كلام فاضي، كله كلام علميا فاضي يعني. ومع ذلك احنا الحاجات دي كلها واحنا شايفينها، انفاذ القانون على الجميع كفه يتطلب انه يبقى في تواصل بين المجتمع على الاقل العناصر الايجابيه اللي فيه. المصريين بيشوفوا اللي مفيمين الازاز واللي ماشيين شايلين النمره اللي ورا علشان هي اللي بيتسجل منها المخالفه، مش عارفين يعملوا ايه. يعني حتى مع نمو الوعي لدى الشعب وبداوا ينتبهوا للملاحظات دي باعتبارها نوع من افساد المنظومه، مش عارفين يعملوا ايه. لا بالعكس، احنا انا اولا كويس حضرتك اللي اثرت النقطه دي، وانا بدعو كل اللي بيشوفونا يعني اللي يرصد خطا لازم يكون ايجابي، زي ما قلنا هبدا بنفسي وابدا بنفسك. من ضمن ان انا هبدا بنفسي ان انا لو رصدت خطا ما سيبوش، لازم اكون ايجابي. نقول لمين؟ واحنا أو نعمل وزاره الداخليه، اجهزه المرور، كل اجهزه، احنا يوميا عندنا صفحات، عندنا صفحه رسميه للوزاره، نتلقى كم من وتوجيهات الوزاره، التفاعل معاها جميعا، وبنبعت وبنكلف الجهات. كل شويه نلاقي النمره لوحه سودا، كان لسه يمكن في الغربيه لوحه كاتب باشا مصر وحاجه كده، وتم ضبطه خلال 24 ساعه، مع انه كان مش معروف ومكانه فين، ومش معروف العربيه مرخصه فين، لانها شايل النمره وحاطط كلام محبه، وبيتم ضبطها وفهم ايه بيتم ضبطه. بس عايزين نبقى ايجابيين، يعني اللي يشوف حاجه يبعتها، واحنا وزاره الداخليه عايزه تحل هذه الاشكاليه، والدوله عايزه تحلها، بس لازم عايزين كلنا نبقى، التحدي كبير مش صغير اكيد. فمش بس الحكومة وانا هقعد اتفرج على الحكومة هتعمل ايه وانقدها او انتقدها، لا احنا مش منهجنا اصلا في بين السطور ان احنا ننقد حد. لا انا بتكلم بصفة عامة، احنا عايزين البلد دي تطلع قدام. عندنا سؤال مهم وسريعا، يعني الاحياء الحديثة البناء زي مثلا اجزاء من المعادي، زي مصر الجديدة، زي مدينة نصر، زي القاهرة الجديدة، طول الوقت بيبقى الشارع معمول مزدوج رايح وجاي، الشارع الرايح رايح جاي، والشارع الجاي رايح جاي، وركن عربيات على الصفين. امتى هيبقى عندنا تنظيم الشوارع داخل الاحياء دي؟ على الاقل تبقى هي النموذج اللي بعدها نروح للاحياء القديمة شوية اللي شوارعها يعني اتبنت في ازمنه ما فيهاش التنظيم ده. احنا بنتعامل بده طبعا برفع الاشغالات، وشددنا العقوبه على السير عكس الاتجاه وكده، لكن انا عايز اخش في نقطه ثانيه خالص. احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا خاصه باماكن الانتظار. ما هو المواطن في الاخر عايز مكان ينتظر فيه، عايز يركن عربيته، عايز يقضي حاجته في ظل نقص شديد جدا في النقل الجماعي، وعجز شديد في الجراجات في اماكن الانتظار. قوانين البناء كلها فيها جراجات تتناسب مع عدد المركبات. حضرتك بتشوفي ده في الطرق؟ في اين هذه الجراجات؟ اين هذه الاماكن؟ ما ده خراب المحليات، ما احنا متفقين بقى ان في وزارات كتيره وفي ارث ثقيل. فانت ما هو برضو انا مش عايز، ما هو انا عايز المواطن يساعدني، وبرضو مش عايز اضغط عليه قوي. بس ما ينفعش يركن صفين. ما انا بقول لحضرتك احنا بننفذ هذا القانون، وكل يوم بنضبط، بل احنا تقدمنا بمقترحات تعديل قانون المرور في اكثر من مرحله يعني، وغلظنا العقوبه السير عكس الاتجاه، ويوميا انا عايز احذر من السير عكس الاتجاه، اخواتنا اللي بيمشوا عكس الاتجاه. دي المخالفه عقوبتها الحبس سنه، ما فيهاش غرامه، الحبس سنه، وهتروح ونيابه ومحكمه وقضيه واستئناف.
الحبس سنه عشان السير عكس اللي بيستهتر بهذه القضيه. لو تم ضبطك ويوميا عندنا كميات مئات يوميا بيتم ضبطهم عكس الاتجاه. طيب المصريين عايزين يساعدوكوا لان الارث ثقيل، العربيات اللي متغطيه تحت البيوت لسنين، هو الشارع اصله مش ملك حد؟ يخطروا على النجده 122 وفي توجيهات من الوزاره برفع هذه السيارات وبتوضع في اماكن ايواء واماكن انتظار، ويمكن كل فتره بيتم تكليفات معانا برفع وبيتم رفع عدد كبير. طب عندي توصيه من المصريين لما عرفوا ان حضرتك هتكون معانا، هم عايزين يتعاونوا مع اداره المرور تحديدا يعني لان ده خدمه تخصهم طبعا، وبيقدموا اقتراح وحضرتك حاول تدرسوه انتوا في الوزاره اذا كان اقتراح قابل للتنفيذ. طبعا. احنا عايزين ننزل على شرائط الاخبار في كل القنوات انه مثلا حي مصر الجديده اي عربيه مركونه اكتر من اسبوعين على صاحبها اما انه يخزنها في جراج او انها هتنقل فورا الى مثلا مربع كذا تبع المرور، يبقى يروح بقى ساعتها ويتحمل هو نفقه حتى جرها وشيلها والكلام ده كله زي ما بيحصل بره. ايه الناس عايزه تعمل ده علشان يبداوا يحسوا، مش عايزين نستنى لما انتوا تقولوا القانون بيقول، احنا عايزين نعمل حمله والحمله مش بالاشارات، الحمله احنا نازلين مصر الجديده الشوارع الرايح رايح والجاي جاي واللي هي قدامكم يومين، هم عايزين كده وعايزين الكلام ده ينزل على شرايط الاخبار ويبقى الدنيا كلها واخده بالها ان الداخليه نازله تنظم الشوارع مش يبقى عمل داخلي جوه الوزاره. اعتقد ان ده مطلب هام ومطلب يعني مهم جدا، احنا بننفذه كل يوم، كل يوم بيتم الرفع، لكن ليه لا ان احنا نبدا يعني نبدا نعمل حراك مجتمعي في هذا الموضوع. يا ريت يعني شوفوا ازاي نطبقها، والوزاره اطلاقا مش هيبقى عندها اي مانع انها تنفذها، وتعالوا نشوف ونبداها بنموذج ونبدا نعملها كره ثلج وتبدا تزيد. موافقين. وناخد حي ونبدا ننفذ عليه وناخد مقترحات الناس ما هو احنا عايزين نعمل حلول غير تقليديه كده. حلو، انتوا يعني ادرسوا المقترح وطوروه ندرسه سوا، حضرتك تدرسه يعني كقائمين وشوف والمواطنين برضو يعني نستقبل رؤيتهم ازاي تتنفذ على الصفحه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أنا بشكر. العميد ايمن الضبع امين عام المجلس القومي للسلامه على الطرق، نورتني. اشكرك. وبتمنى نكون ختمنا الاسبوع بشيء قريب منكم بجد. الى اللقاء.